وللمزيد من النقاش معنا من الدوحة الكاتب والباحث السياسي الدكتور لقاء مكي. مرحبا بك معنا دكتور. يا أهلا وسهلا. وزير الخارجية الأمريكي كما تابعتم تحدث عن انتهاك إيران لسيادة العراق وسوريا ولبنان، هل ثمت دلالات لحديث بومبيو من الناحية الزمنية والمكانية؟ الوزير بومبيو تحدث في مؤتمر اليونس كما هو معروف، وهو معقل دولي مهم يعني لا سيما على الصعيد الأمني، وبالتأكيد ما قاله بومبيو يعني هو امتداد لحملة إدارة ترامب ضد إيران، وربما هو يعني استغلال لهذا المؤتمر لمهاجمة إيران كان أمرا متوقعا وطبيعيا في سياق هذا العداء وهذا الصراع، لكن لا أعتقد أن الأمر يمكن أن يحتمل أكثر من ذلك، لأن سلوك الولايات المتحدة تجاه إيران يحدد في إطار عوامل كثيرة، ربما الكلام هو أسهل الأشياء، لكن القدرات الأمريكية الحقيقية في مواجهة إيران أعتقد أنها تحدث في ظل القيود الحقيقية التي تعرض لها إدارة ترامب، لا سيما على الصعيد الداخلي ولا سيما أيضا على صعيد الوضع في العراق بشكل خاص، حيث أن إيران يعني تضرب من خلال عناصر محلية كما هو معروف، وبالتالي لا يمكن مهاجمة إيران عسكريا بسبب عدم وجود تماس مباشر في بين الولايات المتحدة وإيران. نعم. بهذا دكتور يجعلنا نسأل عن انعكاس هذا الصراع على الساحة العراقية، ما المتوقع مستقبلا؟ طبعا العراق هو كان دائما يدفع تكاليف هذا الشد بين إيران والولايات المتحدة بعد ترامب تحديدا، يعني منذ عام 2018 بعد ما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي وبدأ الخلاف الأمريكي الإيراني يشد. المتوقع طبعا أو حسب ما حصل حتى الآن أن هناك قدر كبير من الشد الأمني في أسفل الأحوال، وهناك ايضا ربما عناصر اخرى تدخل لاحقا منها الجانب الاقتصادي كما هددت الولايات المتحده. نعم. وايضا التطورات التي يمكن ان تحصل فيما اذا نفذت الميليشيات المرتبطه بايران تهديداتها بفرض القواعد الامريكيه، حيث ان ذلك قد يجر الى نوع من الردود الامريكيه، وهذا سيؤدي طبعا الى ربما مزيد من التدهور الامني في العراق وربما حتى الاقتصادي، وبالتاكيد ان ايران في هذه الحاله لن تدفع اي تكاليف، وهذا هو عهدها، يعني ايران دائما تتصرف بهذا الاسلوب حيث انها لا تقاتل في اراضيها. ربما ما يفسر ما يؤكد المواجهه بينها وبين الولايات المتحده نادرة اللي حصلت مؤخرا. ربما ما يؤكد كلامكم دكتور وما تحدث به ظريف عندما قال أن العراقيين سينتقمون لمقتل سليماني والمهندس وليست إيران. بالتأكيد وهذه استراتيجية إيرانية قديمة، وإيران دائما يعني كانت تقاتل بذراع غيرها سواء حزب الله في لبنان أو الميليشيات العراقية أو الحوثيين في اليمن، وبالتالي الكل يعرف انها وراء هؤلاء جميعا، ولكنها يعني الاعداء لا يستطيعون ضربها بشكل مباشر، حتى حينما ضربت ارامكو مثلا في السعوديه تبرأت منها ايران، والحوثيين هم الذين اعلنوا المسؤوليه، رغم ان الجميع يعرف ان ايران كانت وراء الضربه بشكل مباشر او غير مباشر. بالتاكيد العراق يدفع الثمن لانه هو ساحه المواجهه الرئيسيه في هذا الجانب، وايران تريد ان تستثمر او ان تقاتل امريكا حتى اخر عراقي تمكنت من ذلك. هل تتوقع ان ترد امريكا على استهداف بعض قواعدها؟ هذا امر يعني من الصعب تقديره، ولكن اعتقد انه في ظل المناخ الحالي على الصعيد الداخلي في امريكا، وايضا في سنه انتخابيه عصيبه بالنسبه لترامب، اعتقد ان مثل هذه الضربه ستحددها الكثير من الامور، مثلا اذا كانت الضربه لم تصب احدا من الجنود الامريكيين يعني باي ضرر
امريكا لن ترد، كما حصل مؤخرا مثلا في كيوان قبل يومين حينما تعرضت لبعض الصواريخ لم ترد امريكا، اكتفت بطلب من الحكومه العراقيه بحفظ الامن. لكن ان تعرض جندي او جنودي امريكيين الى الاذى ربما تترد، ولكن السؤال على من تترد؟ نعم. في نهايه عام 2019 هي ردت على حزب الله العراق كما هو معروف، وحصل ما حصل من مقتل قاسم سليماني ومهاجمه السفاره قبل ذلك. الان يعني اذا لم تكن تعرف الذي هاجمها فستضطر الى قصف او قتل بعض المتهمين بالارهاب وبعض العناصر الميليشياويه، وهذا سيعقد مهمتها في العراق لانه ستشن مدة حملات كثيرة على الصعيد الداخلي. نعم. يعني المسألة أيضا معقدة بالنسبة للولايات المتحدة، لديها القدرة على القتل أو على الضرب، ولكن نتائج وتداعيات ذلك تكون أيضا يعني حادة وخطيرة تجاهها. لذلك أعتقد أن إيراد الأمريكي سيكون محسوب. السنة الانتخابية لترامب لا تحتمل كثير من المغامرات. نعم. لذلك الضربة غير محسومة. شكرا جزيلا لك دكتور لقاء مكي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من الدوحة.